احنا فعلا اكشوالي عندنا اكبر عدد من العربيات الكلاسيك في العالم موجوده في مصر، وبالذات العربيات المرسيدس. المرسيدس براند مهم جدا وبراند قوي وبراند كبير، من اكتر العربيات الموجوده في العالم كلاسيك مرسيدس موجوده في مصر، حتى اكتر من اوروبا نفسها، اكتر من الخليج نفسه. عايزين نوصل رساله ان العربيات القديمه مش كلها تتقلب لخرده، في عربيات كلاسيك والكلاسيك ده مهم، واحنا بنثبت ان دي عربيات كلاسيك. مش اي عربيه ماشيه في الشارع موديل قديم يعتبر خرده ويتهدك. العربية الكلاسيك هي تاريخ، هيستوري، حاجة من زمان، فترة انتهت. عربيات مش هتتعمل تاني لان مفيش نفس طريقة التصميم، طريقة التصنيع كلها مختلفة دلوقتي، وبالذات ان احنا كلنا هنروح على عربيات كهرباء في خلال 5 سنين، فبالتالي العربيات دي هتبقى تاريخ وهي بتمثل حقبة معينة. اغلب العربيات اللي هنا دي قبل الثمانينات، يعني من القرن الماضي، عدى عليها حوالي اكتر من 50 سنة. فكرة ظريفة جدا جدا، وعشان بالنسبة لنا احنا كمان الجيل القديم يعني بتكون نوستالجيا عالية جدا. طبعا مرينا احنا بكل الاجيال، يعني الجيل ده جيل الطفولة بتاعنا يعني، والعربيات دي اهالينا كانت عندها وكده. طبعا احب قوي اتفرج على العربيات الفينتج والناس اللي هي بتحافظ على عربياتها اللي هي الفينتج دي وتعيش، عشان دي حاجات كانت فعلا يعني فاليبل قوي، وكان لازم فعلا يعملوا كده، فحلو قوي قوي. الناس بتختار المرسيدس الكلاسيك، اولا عربيات اغلبها لسه معمره ولسه شغاله، تمام، عربيات منتشره على مستوى العالم، قطع غيارها موجوده، النواكل موجوده فيها موضوع الخشب الابانوس اللي جوه، في ناس كتير جدا بتحب الموضوع ده، اغلب العربيات دي نزلت بالنسخ اللي هي فيها الابانوس، في منها كذا نسخه وكذا شكل لنفس الموديل، مثلا امريكاني، اوروبي، جنوب افريقي. عادي زي ما انت، عادي زي ما انت، عادي زي ما انت.